يا علي بقى علي. بقول لك ايه، لو ما مشيتش النهارده ضابطتك المجنونه دي انا عندي حاجاتك من البلكونه. طب يا حاج عروه اروح فين؟ ده بنتي زي ما انت شايفه دماغها على قدها. معلش فيا، تمشوا يا عمالكوا حاجاتك من البلكونه. يا رب ما تشوفني انت نازل كده بهدومك دي، رايح فين؟ نسيت الجلابيه وراح اجيبها. عارف لو نزلت تاني من غير الجلابيه يا بنتي علي بقى، وامشي زي البني ادمين. ايه بابا؟ انا بابا ولا زفت؟ قعدت تعملي حركات المجانين دي لحد ما صاحبه العماره طردتنا. امشي. والنبي استاذ ابو جراح الحقني. الحق ايه يا عم؟ والنبي الحاجه طردتنا من البيت. شوفني مكانك اقعد عندك. ليه؟ اصل هو طردتنا انا كمان. حتى انت صباح الخير حاجة اروى. وعليكم السلام يا حبيبتي. انت مالك بتتكلمي كده ليه؟ اصل انا اتحدث عربي بشوي. يعني هتدفعلي بالدولار؟ ليه تعملتك صعبا؟ يخرب بيتك هتسمعنا. خش انت قلنا بس. لا 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 يا عمارة الحاج، خش يا عم، عديت لي اخر مرة. طب تعالى ورايا وربنا يستر. والنبي يا حاج عروه، والنبي خش اجيب هدومي نفسي. والنبي ما تبقى بقول لك ايه، خدي يا اختي ما تخسريش. يا بنت اسكتي بقى، صدعتي لي سنه العشر. اتفضلي اجا. ايه ده يا اخويا، انا عايزه 10 جنيه. دي 5 دولار. ما هي 5 دولار يعني 20 جنيه. حلوه دي. ادي اللجة. الله، مصر كمينة قوي. والعمل يا استاذ بحر، يا بقى في عمل. ما امك، امك ايه السبب يا عم؟ السبب ايه يا عم؟ ما طردتني معاك يا عم. عم اقعد بقى. هاي هي دي، هي دي اللي هتساعدني. ودي بقى السبب. خدي يا بنت امسحي دماغي. ما تخشي بالسياح تاني. الله المصطفى المستعان. يا نهار اسود، ده صوت ابني. نحن نحملك المسؤولية كاملة يا حاجة. يا شيخة نية.